امبارح كان ختام دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، واللي أقيمت في الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر، وتمكن أبطال مصر من التتويج بسبع ميداليات متنوعة، ذهبيتين وفضيتين وثلاث ميداليات برونزية. النهاردة هيوصل أبطال مصر البارالمبيين القاهرة بعد رحلة نجاح كبيرة في باريس، توجت برفع علم مصر في المحافل الدولية. تكريم أبطال البارالمبيين وإزاي نشتغل على اللي وصلنا ليه ونكمل كمان لقدام، تفاصيل اكتر هنعرفها معانا على التليفون الاستاذ عماد رمضان، مدير البعثة المصرية في دورة الالعاب البارالمبية بباريس. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. صباح الخير. صباح الخير. الف مبروك على التالق، والف مبروك، شرفتونا وشرفتوا مصر كلها، ورفعتوا راسنا كمان ورفعتوا علم مصر بالفعل في المحافل الدولية. في البداية كده بنشكر حضرتك طبعا، وبنوضح لكم ان حصاد ما تم الحصول عليه من ميداليات واسماء ابطالنا كمان اللي شرفونا، وايه الالعاب كمان اللي نجح فيها ابطالنا في التصدر، يعني احنا عارفين ان يمكن حققنا اكتر ميداليات في رفع الاثقال. تمام. احنا طبعا مبروك لمصر ومبروك لنا كلنا، احنا حققنا سبع ميداليات، سته في رفع الاثقال وميداليه بطعم الذهب اللي هي في الكره الطايره. حققت ريحات رضوان ومحمد النياوي جاهزين، وحققت فاطمه محروس ومحمد صبحي فاطمتين، وحققت ناديه فكري وصفاء حسن برونزيتين، وكره الطائره الميداليه اللي هي برونزيه اول فرقه جماعيه بتحقق في الاولمبياد تاريخ 24 يناير بالنسبه لمصر. احنا يعني عندنا الابطال السيدات كمان متصدرين قوي، يعني كنا شفنا داندي فكري 50 سنه وقدرت انها تحقق بعد غياب يمكن عن اشتراكها في دوره الالعاب البارالمبيه كذا سنه، يمكن سنين طويله، لكنها قدرت تحقق المستحيل في مركز كبير في الذهبيه كمان في رفع الاثقال. هي ناديه فكري على الرغم ان هي حققت الميداليه البرونزيه في منافسه شرسه بينها وبين لعبات الميدان، لان ناديه فكري نموذج للست المصريه الجامده اللي بيقول عليها مرأة حربيه في رفع الاثقال. ناديه فكري عملت حاجه جديده تطرف، يعني 16 سنه بعيده عن التتويج بالنسبه للميداليات الاولمبيه، اخر ميداليه حققتها في بكين وكيب ميداليه برونزيه. لكن عندنا كمان في لعيبه ثانيه عملوا حاجات كويسه جدا، يعني احنا شايفين طبعا الخير مثلا. فمثلا في التايكوندو سلمى علي وعبد الرحمن عملوا عليهم، وسلمى دي ما شاء الله دي نموذج ان شاء الله بنعدته ان شاء الله لاولمبياد باريس. عندنا في الكانوي سلوى ايهاب برضه 20 سنه دخلت جوه الثمانيه. عندنا التجنيف مروه وقاسم علي الزيني، ده اول مره حققها كويسه دخلوا برضه جوه الثمانيه. عندنا باقي لعيبه رفع الاثقال التكتيك بتاعهم من الرابع للسادس، فاحنا مش بعاد قوي فيهم خالص ان شاء الله، دول من ضمن الناس اللي بعتهم للفتره اللي جايه. عندنا تنس ثوره لاعب او لاعبين ان شاء الله الفتره اللي جايه يعملوا حاجه. احنا طبعا بدانا من دلوقتي بنستعد، مش من دلوقتي، من شهرين بنستعد للطريق للوس انجلوس 28. طيب برضو حضرتك يمكن ذكرت ان عدد من ابطالنا حققوا مراكز متقدمه، ازاي هنقدر نشتغل على ده لما نرجع علشان نكمل ونكون في دورة القادمه كمان يحصلوا على ميداليات ذهبيه وفضيه وغيرها؟ يعني ان شاء الله في احنا موجودين بالذات الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضي بصراحه مجهود فينا هنوت كان وش خير ودفع لعبينا قدامهم حماسه غير عاديه. بنتكلم في مشروع النهارده من الفتره اللي جايه ديت، جميع اللاعبين مشروع مدريد الباراليمبي اللي جاي، جميع اللاعبين اللي هم كانوا ما بين في الثمانيه دول ان شاء الله يبقوا جوه المشروع دوت، بجانب مجموعه من صغار السن احنا بيتم اعدادها من سنه تقريبا في الهطاف البارالمبيه، هيخشوا ان شاء الله من اول ما نرجع، من ثاني يوم ما نرجع هنبتدي نتكلم وندخلهم معسكرات ونبتدي ناهلهم ونشوف ضوابط تاهيلهم ونشوف مدربينهم، بحيث ان احنا نطلع ان شاء الله. احنا يعني السبع مليارات دول تنزيج عمل سنتين وثلاث شهور،
طيب انت بتقول حضرتك دلوقتي هيبداوا لما هيرجعوا هنعمل لهم معسكرات، بس قبل ما نعمل لهم معسكرات للتدريب محتاجين ان احنا نكرمهم، ايه الترتيبات لتكريم يعني ابطالنا في الدوره البارالمبيه؟ هو طبعا بالنسبه للتكريم احنا مش عارفين مين خالص لاول مره. سياده الرئيس الجامعه الارجنتيني كل المجريات ووقتها من الحقيقي والرئيس طبعا للرياضه الاولمبيه والجامعه الخاص قال في مساواه، طالما الرئيس قال كده فاحنا مش قلقانين من حاجه. سياده الوزير قعد معاهم من اول سياده الدكتور اشرف صقر اللي قال لهم تهاني سياده الرئيس ومعالي رئيس مجلس الوزراء وقال لهم ان شاء الله في مساواه وان شاء الله في مساواه في التكريم ما بين اللاعبين الفرديين واللاعبين الاولمبيين. فاكيد بالنسبه لنا مطمنانا ومطمنين اللاعبين وحاسين بصراحه ان هم هينالوا التكريم الذي يستحقونه، وان شاء الله لما نوصل في اتوبيس مكشوف ان شاء الله هياخد لعبتنا دول وهيلف مصر. سياده الوزير برضه وهو قاعد تقريبا طلب هيسمي كل مدى شباب باسم اللاعبين الاولمبيين، مجلس الشباب الاولى من بيته باسم اللاعب الفارلمبي اللي حقق انجاز. كل دي من عناصر التكريم. طبعا ان شاء الله يعني نتمنى من الشركات الكبيره الوطنيه في مصر للاعمال الوطنيين ان هم النهارده يكرموا هذه اللاعبين، لان اللاعبين دول هم ثروه لمصر وهيبقوا ان شاء الله يعني تحافظ فيهم ان هم يكملوا ويجذبوا غيرهم من اللاعبين الفولنتين ان هم يحققوا مزيد من النجاحات لمصر ان شاء الله. ان شاء الله بنتمنى لكم كل التوفيق ونجاح دايما والتالق وتشرفوا مصر دايما وتوصلوا لنا بالسلامه باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا عماد رمضان مدير البعثه المصريه في دوره الالعاب البارالمبيه بباريس. هرجع مره ثانيه لمصطفى ومنى علشان نكمل مع حضراتكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا.